هنروح لخبرنا اللي بعد كده، كرة الطايرة سيدات. كرة الطايرة سيدات طبعا بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين، بيتمرنوا بشكل مكثف جدا جدا، بيلعبوا مباريات وأدائهم حتى الآن شكله حلو. يعني أنا عايز أقول لكم إن الشكل إحنا يعني ما عندناش أو فاقدين جهود أي الشامي، ولكن الفرقة شكلها حلو، الفرقة متمرنة ومتركزة بشكل كويس، كل اللاعبات بتبقى قبل التمرين بفترة كافية. الفريق فاز أو كان بيلاعب نظيره ديلفي إمبارح وفاز بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى. طيب الماتشات اللي إحنا كسبناها إيه اللي فاتت؟ كسبنا أصحاب الجياد وادي دجلة وديلفي، دول الماتشات اللي كسبناها. طب ماتش ديلفي إحنا فزنا عليه إزاي؟ ماتش ديلفي احنا فزنا عليه 25-6، فزنا بالنتائج القادمه 25-6، 25-19، 25-12، دي كانت نتائج ديلفي امبارح. طبعا كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه، سجلنا التقرير ده مع اللاعبات والجهاز الفني، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. بداية الموسم الفرقة كلها محملة، وكل ماتش عندنا يعني احنا التمرينات بتبقى تقيلة عليهم، فالماتش بالنسبة لهم بيبقى الراحة عن التدريبات، فهو يعني بيبقوا مريحين فيه شوية، لكن بنحاول ننفذ فيه الخطط الهجومية بتاعتنا، وبنحاول نشوف نقط الضعف والقوة عندنا. أنا طول عمري في النادي الأهلي عمري ما بقلق من أي ماتش، يعني حتى لو ماتش إيه، لأن أنا واثق في البنات بتوعنا وواثق في النادي الأهلي، ويعني ان شاء الله ما فيش عندنا ماتش هيبقى قوي او ضعيف الا وان شاء الله هيبقى المكسب لينا ان شاء الله. والله ولا حتى الديربي، اصل الديربي ده عباره عن خطط، احنا في الاخر انت بتنفذ الخطه فيه، بيخش بقى فيها التوفيق بقى، دي حاجه من عند ربنا، التوفيق بالماتش، انا موفق هو موفق ايه تفرق، لكن الخطط والتدريبات والكلام ده كله يعني انا بحط نفسي ان احنا هنا في الجهاز الفني الموجود دوت يعني بيبذل اقصى جهده في انه يعلي مستوى الفرقه الموجوده. لا هو مش ماتش سهل والله، احنا بالعكس احنا محملين جامد جدا، بنتمرن يعني الحمل التمرين في اليوم 4 ساعات 4 ساعات ونص، فاحنا بيبقى محملين جامد جدا. طبعا قبل كل فرقه بنلعبها بيبقى في سكاوتنج، بيبقى في محاضره بتشوف ايه نقط الضعف بتاعت الفرقه الثانيه، بننفذها اول، بصراحه ما بننفذها بيبقى الماتش سهل، كل واحده بقى لما تبقى اوت اوف مود كده لا احنا بنصعب على نفسنا الماتش، بس الحمد لله يعني الماتش يعني لعبنا بالكابتن ابراهيم قال عليه والحمد لله كسبنا. بصراحه الماتش ده كنا يعني احنا اي ماتش بنيجي نخشه بنبقى عاملين حساب لاي فرقه داخلينها، بنبقى محترمين الفرقه اللي هنلعبها، فرقه ديلفي من الفرق المحترمه يعني، حتى الجيم الثاني طلعوا معانا بسكور، بس احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا قدرنا ان احنا نسمع تعليمات كابتن ابراهيم وكسبنا الماتش ده، بس الحمد لله. الحاجات العاديه يعني مثلا الارسالات، هو بيبقى قايل لنا نلعب فين، البلوك نقفل فين، الرفع بنعمل فنتات، يعني دي الحاجات اللي ساعدتنا النهارده يعني. اكيد طبعا احنا كل ماتش على حسب الفرقه اللي بنلعبها الكابتن بيدينا تعليمات وتوجيهات قبل الماتش، وحتى في خلال الماتش كابتن انا ببص له كل وانا رايحه العب ارسال كل كوره هو بيقول لي اقدر اعمل فيها ايه، كل ماتش على حسب يعني على حسب الناس اللي موجودين وعلى حسب يعني الناس اللي هتلعب في الملعب، هو بيحدد ده على اساس الماتش يعني. هو بصراحه معودنا من دي 1 ان كل الماتشات مهمه، مفيش حاجه اسمها ماتش ضعيف وماتش قوي، كل الماتشات مهمه وكل الماتشات لازم نلعبها كويس قوي، مالناش دعوه بالفريق اللي قدامنا قوي مش قوي، بس احنا لازم كل ماتش ننزل احنا كويسين وهنلعب مش على قد الماتش، احنا هنلعب لعبنا احنا بس، فاحنا متعودين دايما ان احنا ننزل اي ماتش بنلعب لعبنا، مالناش دعوه الفريق اللي قدامنا عامل ايه. الحقيقه انا عاجبني الحاله اللي عاملها كابتن ابراهيم فخر الدين. كابتن ابراهيم فخر الدين مركز، ما بيتكلمش كتير، مالوش يعني تمرينه وبس. عاجبني الحاله اللي ساحب فيها اللاعبات للتركيز، مركزين بشكل جيد جدا. انا يعني بحكم وجودي في النادي الاهلي فترات طويله بحضر تمارينهم وببقى شايف التمرين من بعيد، تمرين ما فيهوش ثانيه فيه راحه، تركيز عالي، اللاعبات مركزين تركيز عالي. انا وانا مغمض هتلاقوا شكل يعني قوي جدا لفرقتنا السنه دي.
لكل مجتهد النصيب. مفيش ابدا حد هيعمل كده وهيشتغل كده وربنا مش هيكرمه، ربنا سبحانه وتعالى عادل ودايما لكل مجتهد النصيب. اللي عايز اقوله انه كابتن ابراهيم عاجبني الحاله اللي حاطط فيها اللاعبات، اللاعبات هم بيتكلموا حتى هم عايزين عارفين هم عايزين ايه. نتمنى ليهم التوفيق بس لسه بدري قوي على الجد. يعني هو النهارده كل ده مهم وكل ده طبعا درجات التركيز عاليه، ولكن لسه بدري على بقى البيست اوف 5 والبيست اوف 3 سوري بيست اوف 3 والقبل النهائي والنهائي والدوري والكاس وافريقيا. احنا لسه قدامنا حبه حلوين لغايه ما نوصل لده، بس لغايه ما نوصل لده احنا محتاجين نستعد كويس قوي 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 قوي.